السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس أميرة. حبايبي الشطار في سنة أولى، هناخد مع بعض النهاردة يونت 3، الوحدة بعنوان ماي سكول باج. ماي سكول باج، حقيبتي المدرسية. هنعرف ايه اللي موجود في الحقيبة المدرسية. أول حاجة في الدرس الأول، كيف تتعامل مع كل المفردات اللغوية في الوحدة؟ نظرا لأهمية إتقان المفردات اللغوية واختلاف قدرات مستوى الاستيعاب من طفل لآخر، تم تقسيم مفردات كل وحدة إلى 3 مجموعات من حيث الأهمية. في كلمات أساسية لازم الطفل يحفظها ودعم لينه في جروب 1، وجروب 2 كلمات مهمة، وجروب 3 كلمات إضافية، وده طبعا بيختلف من طالب لطالب. يلا نبتدي. باج باج باج، بن بن بن، شاربنر شاربنر شاربنر، رولر رولر رولر، بنسل بنسل بنسل، بنسل كيس بنسل كيس. ومن هنا الطفل او الطالب اللي في سنة اولى بيجي على الكلمة ويبص على الصورة، هو طبعا عارف ان دي شنطة او حقيبة. احنا هنا بنعمل ايه؟ بنقوله الدرس النهاردة الوحدة كلها هتتكلم عن اللي موجود داخل الحقيبة المدرسية. اللي موجود معاك في الشنطة يا حبيبي؟ هيقولك معايا باج. هي اصلا شنطة، يعني ايه شنطة؟ يعني باج. الشنطة فيها ايه؟ فيها بن، قلم جاف، شاربنر براية، رولر مسطرة، بنسل قلم رصاص، بنسل كيس مقلمة، بنسل كيس مقلمة، باج بن بن بن، شاربنر شاربنر شاربنر. وهنا يا ماميز الاس اتش بتتنطق ايه؟ بتتنطق شين. باج باج يعني حقيبة، باج يعني حقيبة. وزي ما قلتلكوا قبل كده بكرر تاني، احنا بنقول باج يعني حقيبة، مش حقيبة يعني باج، لأ بنقول انجليزي عربي. باج حقيبة، باج يعني حقيبة، بن يعني قلم جاف، بن يعني قلم جاف، شاربنر براية، شاربنر يعني براية. وهنا ممكن نقسمها لجزئين، شارب ونار. شاربنر براية، رولر مسطرة، رولر مسطرة، بنسل قلم رصاص، بنسل قلم رصاص، بنسل كيس مقلمة، بنسل كيس مقلمة. وهنا الاس بتنطق ازاي؟ باج يعني حقيبة، بن يعني قلم جاف، شاربنر يعني براية، رولر يعني مسطرة، بنسل يعني قلم رصاص، بنسل كيس يعني مقلمة. ودي كلمات أساسية لازم الطالب يحفظها. نيجوا على الجروب التاني اللي هو important words، كلمات مهمة. 1 2 3 4 5. 1 طبعا هنا يقصد ان هو مش شكل الحرف الرقم بس، لا وكتابته كمان. 1 O N E، ودي شكله بيتكتب ازاي؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ومعانا كلمات إضافية، أحمر يعني ريد اللي هو ده لون أحمر، ريد يعني أحمر، ودي هنا اسمها رشا. كاونت يعني يعد أو يحسب، وجايب صورة الولد مطلع على إيده 1 و2، ممكن يقول لك كاونت، عد الصورة دي فيها ايه؟ هتقول 1 2 3 وهكذا. بول يعني كرة، بول يعني كرة، بول يعني كرة. كاونت يعني يعد او يحسب. رشا يعني رشا. ريد يعني احمر. 1 2 3 4 5. باج يعني حقيبة، بن يعني قلم جاف، شاربنر قلم رصاص، رولر مسطرة، بنسل
شرب نار برية سوري، بنسل قلم رصاص، بنسل كيس مقلمة. انظر واستمع، دي هنا رشا معاها حقيبة، رشا معاها ايه؟ حقيبة. حقيبة يعني ايه؟ باج. الحقيبة فيها ايه؟ مقلمة. مقلمة يعني ايه؟ بنسل كيز. والمقلمة فيها ايه؟ قلم رصاص. قلم رصاص يعني ايه؟ بنسل. مقلمة فيها قلم رصاص، وفيها قلم جاف اللي هو بن، وفيها شاربنر اللي هي براية، وفيها رولر اللي هي ماستر. راهم تاني، باج باج باج، بن بن بن، شاربنر شاربنر شاربنر، رولر رولر رولر، بنسل كيس بنسل كيس بنسل كيس بنسل. لما نيجي نسأل عن شيء قريب مننا بنقول what is this what is this what is this. هنا الطالب ده بيسأل البنت دي، بيقول لها what is this، قالت له it's a pencil، انه قلم رصاص. It's a pencil، انه قلم رصاص. What is this، it's a pencil. وهنا في الصورة what is this، it's a pencil case، انها مقلمة. What is this، بنسأل عن الاشياء القريبة مننا. It's a pencil case. What's بتساوي what is، it's بتساوي it is. What's بتساوي what is، it's بتساوي it is. What's يعني ما هذا أو ما هذه، it's يعني إنه أو إنها. وهنا في الإكسرسايز، الإكسرسايز اللي حلناه مع بعض زي الشطار، what is this، على الصورة دي إيه؟ it's a bag. برافو. number two، what is this، what is this، it's a pen. برافو. what is this، دي ايه؟ it's a pencil case. excellent. what is this، it's a pencil. what is this، الصورة دي ايه؟ it's a sharpener. واخيرا what is this، it's a book. It's a book. Very good. نراجع الكلمات تاني مع بعض. bag، pencil case، pencil، bag، pencil case، pencil، pen، sharpener، ruler. وده كان درسنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. كانت معكم ميس أميرة قناة كنوز التعليمية، برجاء عمل لايك ده بمثابة شكر ليا، والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود باي.